والفوز بنتيجة هدفين لصفر على ضيفه وفاق سطيف، وسجل الهدف الأول لعنابة صاحبي في الدقيقة 18 ليضيف زميله حمزة ربيعي الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 58. وبهذا الفوز يخطو أبناء بونا خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور النصف النهائي قبل لعب مباراة العودة المقررة في 27 من الشهر الجاري بملعب 8 مايو 45 بسطيف. هذا وتتواصل منافسة كأس الجزائر السبت المقبل بإجراء لقاء شبيبة بجاية نادي بارادو في الوقت الذي أجل